له قلق بجد قوي يا جمال. في واحدة مختفية، يعني احنا لازم نبلغ البوليس. ايوه، ما هو البوليس حقق في الموضوع ده فعلا، ما وصلوش لحاجة. بعدين احنا معناش اي حاجة اصلا نروح بيها للبوليس. ياسين عنده حق، مفيش اي حاجة نروح بيها ولا حاجة من اللي في الصندوق دي هتفيدهم. ايوه بس ده واحد بعت صندوق بيقولوا ان احنا ممكن ننقذ ارجو. هو الواضح ان هو يعرفها كويس كمان، يعني عارف الجورنال اللي هي شغالة فيه، وعارف الحادثة اللي هي عملتها من 9 شهور. ممكن يطلع بقى قريبها، واحد صاحبها، زميلها في الشغل، معرفش. واضح كمان من الرسالة ان هو يعرف حاجة محدش يعرفها، ان هو قال لنا ممكن تنقذوا حياة أروى لو مشيت ورا الحاجات اللي في الصندوق. يعني اكيد هو عارف مكانها فين. مش تمام، انا معاك. تعالوا نفترض ان هو حد يعرفها، وزي ما بتقولي معاه معلومات ما حدش تاني يعرفها عنها، وان الحاجات اللي في الصندوق دي هتوصلنا ليها. ليه هو بقى ما راحش بالحاجات دي للبوليس؟ يعني دي الحاجات المفروض هتخلينا ننقذها متسابها في صندوق في الشارع بالطريقه دي. ما ده انا بجد مش قادره افهمه.